لفظ غزوة يطلق على أي قتال للكفار قاده الرسول محمد بنفسه أو بجيش أرسله الرسول ولو لم يشارك فيه ولم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة، لكن الأمر انطلق منه تحت إشرافه مباشرة وسميت غزوة مؤتة بهذا الاسم نسبة إلى بلدة مؤتة الواقعة في محافظة الكرك في الأردن. ووقعت أحداث غزوة مؤتة في جماد الأولى من العام الثامن للهجرة الموافق ميلاديا شهر أغسطس سنة 629 ميلادية. فبعد هزيمة قريش وحلفائها في غزوة الأحزاب وعقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، أرسل النبي محمد رسائل إلى الملوك والرؤساء في البلاد المجاورة يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من ضمن الذين أرسل إليهم رسالة ملك بصرى حمل رسالة النبي الصحابي الحارث ابن عمير الأسدي، فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني يواجه ملقاء الشام الواقع تحت الحماية الرومانية، فقال للصحابي أين تريد؟ لعلك من رسل محمد؟ قال الصحابي له نعم، فأوثقه ربا ثم قدمه فضرب عنقه. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فلما بلغ ذلك الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر عليه، فجهز جمعا من أصحابه وعدتهم 3000 صحابي مقاتل وبعثهم إلى مقاتلة ملك الروم، تولى قيادة الجيش بناء على توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 من الأمراء هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. قال الواقدي حدثني ربيع بن عثمان عن عمرو بن حكم عن أبيه قال جاء نعمان بن فنحص اليهودي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليه. فقال النعمان أبا القاسم إن كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا، وإن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا سموا الرجل على القوم فقالوا إن أصيب فلان ففلان، فلو سموا 100 أصيبوا جميعا. ثم جعل يقول لزيد أي النعمان بن فنحص اليهودي يقول لزيد مزعزعا له اعهد فإنك لا ترجع أبدا كان محمد النبي. فقال زيد بن حارث له أشهد أنه نبي صادق بار. رواه البيهقي. فوثب جعفر بن أبي طالب وكان في صدره حاجة من إعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وتولي زيد بن حارث قيادة الجيش عليه، فوثب جعفر وقال يا رسول الله ما كنت أرغب أن تستعمل زيدا علي. قال الرسول له امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب أن يسير مع الجيش لأنه لا يدري أي ذلك خير من تولي زيد بن حارثة أميرا عليه الجيش. أما عن قوة وعدة وسلاح وعدد كل من الجيش المسلم وجيش الروم، فكان الجيش المسلم عبارة عن 3000 صحابي مقاتل. أما عن عدتهم لا تتخطى الدرع والسيف، وكان من لديه درع وكان من ليس لديه درع. أما عن جيش الروم فكان عددهم يفوق جيش المسلمين أضعاف أضعاف، فكان عددهم 200,000 100,000 من الروم وكان هرقل ملك عليهم، و 100,000 من قبائل العرب المتنصرة من بني بكر ولخن وجذام. أما عن
أسليحهم، كان لديهم سلاحا كثيرا وقويا، وكان لديهم من الحرير والذهب ما يفوق وما يبرق له البصر. قال الواقدي: حدثني ربيع بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة، فلما دنا من المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والبيبان والحرير والذهب، فبرق بصري. فقال لي ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة، كأنك ترى جمعا كثيرا. قال له: نعم. قال له ثابت بن أرقم: إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لم ننصر بالنصر. أي يقصد أن هذه الأعداد المهولة التي رآها أبو هريرة والسلاح التجهيزات القوية لعيش الحروب، هذا ليس مقياس لنصرهم، لأنه لم يشهد بدرا معهم، فإنهم لم ينصروا بالحق ولكنهم نصروا بالعقيدة والإيمان بالله. وعندما تجهز جيش المسلمين للخروج لملاقاة جيش الروم، ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد وجعفر وعبد الله وسلموا عليهم وقالوا لهم: صحبكم الله. قال ابن إسحاق: فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد وجعفر وعبد الله وسلموا عليهم وودعهم الناس وقالوا لهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فلما ودع عبد الله بن رواحة وودع مع من ودع بكى عبد الله بن رواحة، وكان أميرا من الأمراء الثلاثة على الجيش المسلم. فقال له الناس: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال لهم: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بك، يعني أنا مش بكي عشان خايف، عشان عايز أعيش، ولا حاجب الدنيا ولا مغرم بيكم، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار. يعني أنا مش خايف إلا أنا نقتل، ومش خايف عشان أحب الدنيا أو بحب الدنيا ولا بحب الحياة في الدنيا، ولكنني خايف من آية قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله يذكر فيها النار، خايف من النار. والآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الآية رقم 71 سورة مريم. فقال عبد الله بن رواحة مكملا لحديثه: فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون له ولهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جده أرشده الله من نازل وقد رشدا. قال ابن إسحاق: ثم إن القوم تهيأوا للركوب، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله فودعه، ثم قال: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر، أنت الرسول فمن يحرم نوافله، والوجه منه فقد أزرى به القدر. وقال ابن إسحاق: ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعه، فإذا ودعهم وانصرف قال عبد الله بن رواحة: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مشيعا له حتى إذا بلغ ثنية الوداع فوقف فقال بعد قوله: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا له، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا ثانيا
ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. سبق عبد الله بن رواحة الجيش في تجهيز نفسه والخروج عند المكان الذي سينطلقون منه، فسبقهم إلى المكان، ولما وجد نفسه سينتظرهم قال: أرجع وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. وهذه قصة تخلف عبد الله بن رواحة عن الجيش عند خروجه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد، أنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدا، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة، فتخلف ابن رواحة فجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال له: ما خلفت؟ فقال: أجمع معه. قال: لا غدوة أو روحة خير من الدنيا وما. وقال أحمد: ثنى أبو معاوية، ثنى الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة. قال: فقدم أصحابه، يعني تجهز وقدم الجيش، فقال عبد الله بن رواحة: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحق بالجيش. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، أي رأى عبد الله بن رواحة، فقال لعبد الله بن رواحة: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال عبد الله بن رواحة للرسول: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوته. وهذا مما يدل على حرص عبد الله بن رواحة على الصلاة في ميعادها. ونأتي بعد ذلك إلى الموقف والقرار الذي اتخذه الجيش المسلم عندما علم بالعدد المهول لجيش الروم، عدد يفوق أضعاف الأضعاف الأضعاف للجيش المسلم، 3000 مقاتل صحابي في الجيش المسلم مقابل 200,000 من جيش الروم. ماذا فعل الجيش المسلم وما القرار الذي اتخذه؟ حيث كان هرقل ملك الروم في 100,000 من الروم، وانضم إليه من قبائل العرب المتنصرة من بني بكر، ولخم وجذام 100,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معاني ليلتين، ومعاني المكان الذي أقاموا فيه المسلمين يتفكرون في قرارهم الذي سيتخذونه عند معرفتهم بعدد جيش الروم 200,000 مقابل 3,000 مقاتل. ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا برجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. أشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس ومضى الجيش. فقال عبد الله بن رواحة في محبسه ذلك في معاني في المكان الذي أقاموا فيه الليلتين يأخذون القرار، قال عبد الله بن رواحة: جلبنا الخيل من أجاء وفرع تعير من الحشيش لها العقوم، حذوناها من الصوان سبتا أزل كأن صفحته أديم، أقامت ليلتين على معاني فأعقب بعد فترتها جموم، فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها سموم، فلا وأبى مآب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم. ثم مضى الناس، وقال ابن إسحاق: مضى الناس ومضى الجيش حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب.
بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤ، أي تلاقى الجيشين. وانحاز المسلمون إلى مكان يقال له مؤ، يكون لهم مكان استراتيجي في الحرب. فالتقى الناس عندها، عند مؤ، فتعبى لهم المسلمون، أي تجهز الجيش المسلم وجعل على الجناح الأيمن لهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى الجناح الأيسر رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك. ثم التقى الجيشين فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر ابن أبي طالب فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيدها ضرابها. فأخذ راية جعفر بن أبي طالب وقاتل على فرس أشقر، ثم نزل عنه وعقر فرسه، وهو أول رجل من المسلمين عقر فرسه، وأول فرس عقر في سبيل الله هو فرس جعفر بن أبي طالب، خوفا أن يأخذه الكفار فيقاتل عليه المسلم. ومن ثم لم يغفر عليه أحد من الصحابة هذا الفعل، وبه استجد من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به الكفار ويقاتل عليه المسلمين. فكان جعفر أول المسلمين عقر الإسلام. ثم قاتل جعفر فقطع يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية فأخذ الراية وقاتل حتى قتل وهو ابن 33. وأثناء القتال جاءه الشيطان وحبب إليه الحياة، فماذا فعل جعفر بن أبي طالب معه؟ قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وقره إليه الموت ومناه الدنيا. فقال جعفر بن أبي طالب: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين يمنين الدنيا. ثم مضى جعفر بن أبي طالب قدما حتى استشهد، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد، دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء في الجنة. وقال أيضا: إن الله أبدل جعفرا بيده جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. أما عن عدد ضربات السيف وأعناق الرمح التي تلقاها جعفر بن أبي طالب، ولماذا رفض شرب الماء من عبد الله بن عمر عندما عرضه عليه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وجدنا فيما بين صدر جعفر بن أبي طالب ومن كبيه وما أقبل منه 90 جراحة، ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح وفي نفس طعنة ورمية، فوجدوا في إحدى شقيه 84 جرحا، وفيما أقبل من بدنه 72 ضربة بسيف وطعنة برمح. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أتيته وهو مستلقي آخر نهار القتال، فعرضت عليه الناس، فقال جعفر بن أبي طالب: عبد الله بن عمر، إني صائم، فضعه في كرسي عند رأسي، فإن عشت حتى تغرب الشمس أفطر. قال: فمات صائما قبل غروب الشمس شهيدا وعمره 41 سنة، وقيل 33 سنة. وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم
أحداث غزوة كاملة، وهو جالس مع أصحابه وشاهد جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة. قال موسى ابن وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر علي جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون وله جناحان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال الناس: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال: مر بي جعفر ابن أبي طالب في ملأ من الملائكة فسلم علي. فلما قتل جعفر ابن أبي طالب أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد ويقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا مخفة في شنة؟ وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمار الموت صليت، وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما. وكان يقصد بكلمة فعلهما صاحبي زيد وجعفر بن أبي طالب الذين استشهد قبله. ثم نزل عبد الله بن رواحة، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم، قال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نعسا، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم دخل الجنة واعترض. فشق ذلك على الأنصار، وقيل: يا رسول الله ما اعترض؟ قال: لما أصابته الجراح فعاتب نفسه فتشجع واستشهد ودخل الجنة سري عن قومه. أما عن مشاهدة النبي للمعركة وهو في المدينة المنورة والمعركة في الشام في مؤتة في الأردن، قال الواقدي: حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حسن قال: لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معتركه. وقيل أيضا والله أعلم أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبره. قال: أخبرني يا رسول الله. قال: فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفه لهم، فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره، وإن أمرهم لك ما ذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع للأرض حتى رأيت معتركهم، حال المسلمين بعدما استشهد القادة الثلاثة كيف اصطلحوا على قائد لهم. أراد بعض المسلمين الانهزام، فجعل عقبة بن عامر يقول: يا قوم، يقتل الإنسان مقبلا أحسن من أن يقتل مدبرا، حيث كانوا 3000 وكان جيش الروم 200,000 وقتل 3 أمراء، والآن في موقف اتخاذ قائدا له. فقال عقبة بن عامر عندما رأى بعض المسلمين الانهزام في داخلهم ويريدون الانهزام وأن يفروا، قال: يقتل الإنسان مقبلا وهو يقاتل أفضل وأحسن من أن يقتل فرا في ظهره مدبرا. فأخذ الراية ثابت بن أرقم وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت؟ فقال: ما أنا بفاعل. اصطلح الناس على خالد بن الوليد، ويقال ثابت بن أرقم
دفعها إلى خالد وقال: أنت أعلم بالقتال مني. فقال له خالد: أنت أحق به مني، لأنك ممن شهد بدرا. ثم أخذها خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال الواقدي: حدثني عبد الله وحدثني عبد الله بن الحارث ابن الفضيل عن أبيه قال: لما أخذ خالد بن الوليد الرامي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الله. ونأتي هنا لمشاهدة ماذا فعل خالد بن الوليد مع الأعداد المهولة من جيش الروم، وكيف استطاع الحفاظ على جيش المسلمين وأن يحقق جزءا كبيرا من الانتصار. قال الواقدي: فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قتل ابن رواحة مساء، بات خالد بن الوليد، لما أصبح غدا وقد جعل مقدمة الجيش ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته، حيث كان يقصد بهذا الحرب النفسية، حيث أمر عددا من الفرسان بإثارة الكبار خلف الجيش وأن تعلو أصواتهم بالتكبير والتهليل، وقام كذلك بتبديل الرايات، قدمت الجيش ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته، ويغير من أوضاع الجيش ويعبئه من جديد. وهكذا دوالي لما رأهم الروم انكروا حالهم ورعبوا وقالوا: جاءهم مدد. وسار خالد بعد أن رأى الجيشان وهجم على الجيش مرة أخرى وقاتلهم، ثم أمر خالد بانسحاب الجيش بطريقة منظمة، وأخذ يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام وتوازن الجيش حتى لا يتبعهم الرومان. وقاتل خالد بن الوليد قتالا كبيرا حتى انقطعت في يديه تسعة أسياف. روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس خبر الانسحاب القتال: أخذ الراية زيد وأصيب، ثم أخذ الراية دعم وأصيب، ثم أخذ ابن رواحة الراية وأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومن المستغرب أن ينجح هذا الجيش الإسلامي بعدده القليل الصمود أمام ذلك الجيش الكبير المغلوب. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته في تخليص المسلمين مما لقوه في تلك المعركة، ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يفكر بمكيدته الحربية تلقي الرعب في قلوب الرومان، حيث ينجح في الامتياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. وقد كان يعرف جيدا أن الإفلات يكون صعب جدا لو انكشف المسلمون، وقام الرومان بالمطاردة. لم يتبع جيش الروم جيش المسلمين ظنا وخوفا من المسلمين أن يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء، ولم يتبعوا خالدا في انسحابه ولم يتبعوه، فانحاز الرومان إلى بلادهم، رجعوا إلى بلادهم ولم يفكروا في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الامتياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. ونتج عن القتال بين جيش المسلمين المكون من 3000 مقاتل وجيش الروم المكون من 200,000 مقاتل، 12 رجلا من المسلمين استشهدوا مقابل 3,350 رجل من الرومان. وأما عن أسماء شهداء المسلمين في غزوة فهم: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، مسعود بن الأسود، وهب بن سعد،
عبادة ابن قيس، عمرو بن سعد، الحارث ابن النعمان بن إساف، سراقة ابن عمرو، أبو كلاب ابن أبي صعصع، جابر ابن أبي صعصع، عامر ابن سعد. ولما دنا جيش المسلمين من المدينة راجعا من القتال الكبير والمرير مع الجيش المقول في العدد، تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ولقيهم الصبيان ينشدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا مع القوم على دابة فقال: خذوا الصبيان فاحملوه، وأعطوني ابن جعفر. فأتى عبد الله بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه، وصار المسلمون يحثون في وجوههم التراب ويقولون لهم: يا فرارون، فررتم في سبيل الله. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هم الفرارون. وفي لفظ: إنهم قالوا: يا رسول الله، نحن الفرارون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مواسيا لهم وداعما لهم نفسيا: بل أنتم العكارون، أي الكرارون. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض آل الحارث بن هشام وهم أخواله، عن أم سلمة زوج النبي قال: قالت أم سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله ومع المسلمين. قالت: والله ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس: يا فرار، فرته في سبيل الله، حتى قعد في بيته فما يخرج. وعن بعض الصحابة لما قتل عبد الله بن رواحة: انهزم المسلمون أسوأ هزيمة، ثم تراجعوا، وقد لقوا من أهل المدينة لما رجعوا شرا، حتى إن الرجل يجيء إلى أهل بيته يدق عليهم بابه، أيأبون يفتحون له ويقولون له: هل تقدمت مع أصحابك فقتلت؟ حتى إن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم جلسوا في بيوتهم استحياء، كلما خرج واحدا منهم صاحوا به، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليه رجلا رجلا ثم يقول: أنتم الفرارون في سبيل الله، ويعنون بالفرار انحيازهم مع خالد رضي الله عنه حين انحاز العدو عنه، واعتبار أهل المدينة ما حصل الهزاما، رغم أنه يعتبر انسحابا ناجحا من كارثة محتومة هذه المعركة، وإن لم يحصل المسلمون بها على الذي عانوا مرارتها لأجله، لكونها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، إذ أدهشت العرب كلها بقبائلها، وقد كانت الدولة البيزنطية أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن قتالها هو القضاء على النفس. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الكبير 200,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة كبيرة يعد عظيما، مما رفع من شأن الدولة الإسلامية الناشئة.